حطت بمطار العوين الرئاسي بتونس 4 طائرات عسكرية مغربية إضافية، ليبلغ إجمالي الطائرات 12 طائرة بحمولة تصل إلى 135 طنا، كل ذلك استكمالاً لتجهيزات المستشفى الميداني الذي أمر بإرساله الملك محمد السادس. كان في استقبال الطائرات 4 الجديدة بالخصوص وزير الخارجية التونسي والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي. أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه الالتفاتة الكريمة، وأبلغ الشعب المغربي الشقيق وجلالة الملك تحيات وعرفان وتقدير سيادة الرئيس قيس سعيد بهذه الالتفاتة الكريمة التي في حقيقة الأمر يعني كانت يعني محل ترحاب كبير على مستوى الجمهورية التونسية ككل، لأن في حقيقة الأمر الجسر الجوي هو معناها عمل جبار. فرصة مرة أخرى لنشكر المملكة المغربية وجلالة الملك على هذا الجسر الجوي وعلى هذا المد التضامني التلقائي اللي في الحقيقة كان له وقع كبير في نفوس التونسيين والتونسيات. جسر جوي 12 طائرة، يعني كل يوم 3-4 طائرات من المغرب، فشكرا من الأعماق. تحذير المستشفى الميداني المغربي بولاية منوبة ضواحي العاصمة يمضي نحو الانتهاء. أزيد من 80% هي نسبة التقدم، أما فيما يتعلق بمولدي الأكسجين المغربيين فهما على أهبة الاستعداد لتزويد المستشفى الميداني والأقسام المجاورة التابعة لمستشفى القصاب بمنوبة. لحد الآن احنا وصلنا الآن 80% من المساحة اللي خصنا نغطيوها، وبالنسبة كذلك للناس اللي معنا في اللي كيديروا التجهيز الأكسجين تما تقريبا 60% في العمل ديالهم الآن لنجزوه. الحمد لله الأشغال غادا على قدم وساق، بالليل وبالنهار إن شاء الله غادي نكونوا في الموعد. لي طرافو دابا راهم افونساو بوتيرة عالية، وتقريبا نحن في تقريبا 60% دافونسمون دي طرافو دي فلويد ميديكو. وفي الوقت الذي سيمكن فيه المستشفى الميداني المغربي البلاد من استيعاب الطلبات المهولة على الإنعاش والأكسجين بتوفير 100 سرير، تمضي الأزمة الصحية في تونس نحو المزيد من التدهور، إذ شهدت المستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية نقصاً فادحاً في مادة الأكسجين، ما دفع بالحكومة إلى تشكيل خلية أزمة دائمة الانعقاد إلى حد الآن. مع بلوغ الجسر الجوي المغربي 12 طائرة إلى الآن، يصل الفريق التقني المغربي في منوبة الليل بالنهار في سبيل إكمال المستشفى الميداني من أجل نبل المهمة تهون كافة الصعاب. فتح الفلاحي ميديا، تونس.